أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي في مادة اللغة العربية وفصل جديد من قصة بطلنا المغوار عقبة بن نافع بعنوان جيش العبادلة. النهارده هنكمل مع بعض الفصل السابع من قصتنا الجميلة عقبة بن نافع. زي ما شفنا آخر أحداث الفصل السادس إن عمر بن الخطاب كان ليه رأي في إن هما يهدوا كده شوية وما يكملوش الفتوحات. طب ده كان سببه إيه؟ كان سببه إن هو عايز يكون جيش قوي جدا علشان يقدر يقضي بيه على الروم وعلى البرق، وبالفعل كان له ذلك. وبعدين حصل كده شوية تغيرات في الخلافة الإسلامية هنعرفها مع بعض الفصل ده، أدت إلى إن الجيش يستكمل الفتوحات الإسلامية. بعد ما عرفنا مع بعض إن الخليفة عثمان وافق على استكمال الفتوحات، كون جيش كبير جدا كان فيه 10,000 مقاتل، ومش بس كده، ده كمان أمدهم بألف بعير علشان يحمل الضعفاء. ولأن كان معظم اللي في الجيش اسمهم عبد الله فأطلق عليه جيش العبادلة، يعني هو اتسمى كده نسبة لكثرة من اسمهم عبد الله فيه. الجيش خرج من الخلافة الدولة الإسلامية في مكة وراح على مصر. طبعا المصريين رحبوا جدا بيه، وكمان زادوا عدد الجيش لدرجة إن هو وصل ل70,000 مقاتل. بعد كده الجيش اتجه إلى عقبة ابن نافع في برقة، وهنا دار نقاش كان بيحدد مصير الدولة الإسلامية والجيش العظيم ده. النقاش انتهى إن رأي عقبة بن نافع كان صح، لأن احنا عرفنا إن هو بقى خبير في الأحوال البربرية وكمان البيئة بتاعتهم، وده أنتج عنه إن مسار الجيش اتغير، بدل ما هيروح يتجه إلى طرابلس هيتجه إلى سبيطلة. أول حاجة بيقول لي تجمع جيش العبادلة، فبما أمر عثمان بن عفان؟ عثمان بن عفان أول ما وافق إن هو هيستكمل خلاص الفتوحات لازم يضم جيش كبير جدا من عدد كبير من المقاتلين، فبدأ إن هو ينادي في الناس بالجهاد، وفعلا تجمع 10,000 فارس وسمي هذا الجيش بجيش العبادلة. طيب ليه سموه بالطريقة دي؟ لأنه كان يضم الكثير ممن يبدأ اسمهم بعبد الله، زي مثلا كان هناك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله ابن عمرو بن العاص. كان في ناس كتير جدا اسمهم عبد الله عبد الله عبد الله، علشان كده الجيش ده سمي بجيش العبادلة. طيب مين بقى اللي هيكون قائد الجيش وهيتجه بيه لفين؟ فأمر الخليفة عثمان بن عفان إن يكون القائد هو عبد الله بن سعد، وهيروح علشان يفتح تونس. مش بس كده، ده الخليفة كمان قاله لو انتصرت في المعارك دي هخلي خمس الخمس من الغنائم لك. ركز معايا هنا تاني، يبقى جعل الخليفة عثمان لعبد الله بن سعد خمس الخمس، يعني مش خمس الغنائم، لأ ده خمس خمسها. يبقى احنا كده هنقول خمس مرتين عشان هتيجي في اختيارات وهتلخبطنا. وكمان زي ما اتفقنا ان الخليفة عثمان بن عفان امد جيش العبادلة بألف من البعير علشان تحمل الضعفاء. بعد ما الجيش اتكون من الخلافة الإسلامية اللي هي مكة، قلنا هيروح على مصر، وطبعا المصريين رحبوا بيه جدا. فلو جه قال لي كيف استقبل أهل مصر جيش العبادلة، استقبلوه بالترحاب والسرور. طيب مش بس كده، لأ ده هم كمان زادوا العدد. طيب كم بلغ عدد المجاهدين بعد زيارة مصر؟ بلغ عدد المجاهدين حوالي 70,000 مقاتل، بعد ما كان 10,000 بقى 70,000، دي حاجة عظيمة جدا. بعدين الجيش بعد ما راح على مصر هيبدأ ان هو يتجه لعقبة في برقة، وهنا عقبة بن نافع مش بس اللي هيخرج ويستقبل الجيش، ده هيكون هو وعدد كبير جدا من زعماء البربر اللي هم أسلموا وحسن إسلامهم، يعني كانوا مسلمين جدا جدا وكانوا بيحبوا الدين الإسلامي ومؤمنين جدا بقضية فتح البلاد ونشر الإسلام فيها، علشان كده خرجوا مع عقبة بن نافع يستقبلوا بنفسهم الجيش. بعد ما الجيش قعد واستريح، بدأ عبد الله بن سعد قائد الجيش يتكلم مع عقبة بن نافع ويقول له احنا هنتجه دلوقتي على اول حاجة على طرابلس، كنا فتحناها ايام عمرو بن العاص بس انت عارف ان هي ارتدت عن الدين الاسلامي
وبدأوا إن هما ما يدفعوش كمان ضريبة الدفاع. عقب بن نافع خبير البيئة البربرية بدأ يقوله خلي بالك الأحوال اتغيرت، بقى في ملك طاغية دلوقتي، كل القبائل البربرية بتأتمر بأمره، يعني بيسمعوا كلامه. فهنا لفت عقب انتباه عبد الله إلى إن المعركة مش هتكون سهلة، فهي لن تكون مع القبائل المنفردة، لأ دي كمان هتكون مع القبائل والملك الطاغية اللي اسمه جرجير. طيب الملك ده ماله؟ الملك ده بيبسط نفوذه من طرابلس إلى طنجة، يعني بيضم تحت حكمه بلاد كتيرة جدا. طب وهم ليه أصلا بيسمعوا كلامه؟ يعني هم ليه موافقين إن الملك الظالم ده يكون هو الحاكم بتاعهم؟ لأن هو خلصهم من الحكم البيزنطي اللي هو حكم الروم، وكمان أعلن انفصاله عن البلاط البيزنطي. البلاط البيزنطي يعني الحكم البيزنطي، زي لو جيت قلت لك البلاط الفرنسي يعني الحكم الفرنسي. يبقى هم بيدينوا ليه بالطاعة علشان خلصهم من حكم الروم، وعلشان هو ما بقاش تابع للنظام البيزنطي. طيب ايه بقى هو بيمتلك قد ايه مثلا؟ عبد الله بن سعد عمال يستفسر من عقبة كل الأسئلة دي. طب هو ملك جامد يعني، عنده جيش كتير وعنده أسلحة كتير. فبيقول له ما الذي يمتلكه جرجير من جند وعتاد؟ عقبة جاوب على طول وقال له لديه الكثير، لأن جميع القبائل البربرية من طرابلس لطنجة تأتمر بأمره، وأيضا عدد كبير من الروم يقدمون له الولاء. يعني خد بالك انت لما هتيجي تحارب الملك ده وتدخل بلد من بلاده اللي هي طرابلس، هتلاقي القبائل البربرية، هتلاقي الجيش بتاعه الضخم جدا، وكمان هتلاقي الروم واقفين في صفه، يعني المعركة ما كانتش سهلة. يبقى معنى كده ان احنا مش هينفع ان احنا نتوجه لفتح طرابلس. طب نعمل ايه يا عقبة؟ عقبة قال له بص، هو اصلا الملك ده قاعد في مدينة واخدها عاصمة لحكمه اسمها سبيطلة، علشان نقضي عليه لازم نتوجه إلى سبيطلة. فهنا هنشوف رأي عقبة في الفتح. طبعا بحكم خبرة عقبة بأحوال هذه البلاد، شاف إن هو لازم يقتصر عبد الله وجيشه في الفتح ده على الرقعة التي يبسط عليها جرجير نفوذه، واتفقنا اللي هي اسمها سبيطلة. طب ليه؟ ليه الموقع ده بالذات؟ حتى لا تنقض عليهم حملات الروم والبربر من كل ناحية. طبعا الملك ده عمره ما هيتخيل ان هم اول الجيش الاسلامي اول ما هيدخل يحارب، يحارب العاصمة بتاعته، يحارب المكان اللي هو قاعد فيه. فدي حاجة مش موجودة دلوقتي في خطتهم، هيبدأ من غير اي سابق انذار، هيبدأ ان هو يتوجه ليهم مرة واحدة. طيب يبقى احنا هنا عايزين نعرف السؤال ده، المدينة اللي كان الجيش هيتجه اليها كانت طرابلس، جيش العبادلة جاي على أساس إن هو يفتح طرابلس، وبعد التشاور مع عقبة بدأوا إن هم يقترحوا يفتحوا سبيطلة. طيب تعالوا بقى نتعرف على سبيطلة اللي الجيش رايح يفتح. أول حاجة هي مدينة ذات الأسوار العالية، كانت أسوارها عالية جدا، فبالتالي هيبقى صعب إن احنا نقتحمها بكل سهولة. كمان الملك جورجير كان بيتخذها مقر ليه علشان يمارس فيها الظلم والطغيان. طب هي بتقع فين؟ وسط بلاد البربر في الجنوب الغربي لتونس، يعني هي موجودة في قلب بلاد البربر في النص كده في الوسط. طبعا حاجة عظيمة جدا ان عقبة بن نافع يروح المكان ده على طول ويتوجه اليه. هنشوف المعركة هيحصل فيها ايه بس الفصل اللي جاي. تعالوا بقى نشوف تدريبات الفصل دي بتقول ايه. أول حاجة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد، أمد الخليفة جيش العبادلة بألف حصان، ألف بعير، ألف سيف. طبعا أمدهم بألف بعير. رقم اتنين، أراد سعد أن يتجه إلى نقط لفتحها. ها عبد الله بن سعد كان عايز يروح لفين؟ ولكن بعد التشاور مع عقبة غير رأيه، هو كان عايز يروح يفتح طرابلس، أما بعد ما اتكلم مع عقبة كان رايح لسبيطلة. رقم ثلاثة، جعل الخليفة لعبد الله بن سعد نقط من الغنائم عندما يفتح تونس. الخمس، السدس، خمس الخمس. ها يبقى احنا زي ما اتفقنا ان هو هيديله خمس الخمس.
الأسئلة ممكن تقول أكمل العبارات الآتية: رقم 1، سمي جيش العبادلة بهذا الاسم لأنه، ها يا ترى هو اتسمى كده ليه؟ لأنه كان يضم الكثير مما يحملون اسم عبد الله، وزي ما قلنا إن هو كان في منهم عبد الله بن عمرو، عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن عمرو بن العاص. رقم 2 بيقول لي كم بلغ عدد المجاهدين في جيش العبادلة بعد زيارة مصر؟ هو كان داخل 10,000، طب لما خرج كان 70,000 مقاتل. رقم 3، تدين القبائل لجرجير لأنه، هم ليه يسمعوا كلامه؟ لأنه خلصهم من الروم وأعلن انفصاله عن الحكم البيزنطي أو البلاط البيزنطي. رقم 4 بيقول لي نقط بسط نفوذه من طرابلس إلى طنجة، مين الشخص اللي بسط نفوذه على البلاد دي كلها؟ طبعا كان الملك الطاغي الظالم جرجير. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفصل، وإلى لقاء في فصل جديد من فصول القصة.